ما هي كمية الدم في جسم الإنسان؟ تعادل كمية الدم في جسم الإنسان بشكل عام 7% من وزن الجسم. متوسط كمية الدم في جسمك هو رقم تقديري لأنه يعتمد على مقدار وزنك وجنسك وحتى المكان الذي تعيش فيه. تابعوا معنا. أولاً الأطفال. الأطفال المولودين بعد فترة حمل كاملة لديهم حوالي 75 مليلتر من الدم لكل كيلوغرام من جسمهم. إذا كان وزن الأطفال حوالي 4 كيلوغرام فسيكون لديه حوالي 270 مليلتر من الدم في جسمه. أما الأطفال الذين يبلغ متوسط وزنهم 40 كيلوغرام فلديهم حوالي 2.6 لتر من الدم في جسمهم. البالغون. يجب أن يكون لدى الشخص البالغ الذي يزن بين 150 إلى 180 رطلا ما يقرب من 1.2 إلى 1.5 غالون من الدم في أجسامهم، وهي ما تعادل 4.5 إلى 5.7 لتر من الدم. النساء الحوامل. لدعم نمو أطفالهن عادة ما يكون لدى النساء الحوامل ما بين 30 إلى 50% من حجم الدم أكثر من النساء غير الحوامل، أي حوالي 0.3 إلى 0.4 جالون إضافي من الدم. في بعض الأحيان قد تختلف كمية الدم في جسم الإنسان بناء على المكان الذي يعيش فيه. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية لديهم المزيد من الدم لأنه لا يوجد الكثير من الأكسجين في الارتفاعات العالية.